السلام عليكم، صلوبنا على الحبيب. موضوع اليوم جميل ورائع. واحد أصابني بكلمة أو لتني بكلمة، فودي اليوم أتكلم عن هذا الموضوع. موضوع شيق ورائع ومهم جدا يا جماعة الخير. يعني واحد يغتابني أو يبهتني، معنى يغتابني ذكر ما أكره في غيابي، ويبهتني ذكر ما ليس فيه، ذكر ما ليس فيه وأنا غايب. والنميمة نقل الكلام بين أحد وأحد حتى لو كان حقيقة، وكلها سيئة ومذمومة وتعتبر من الكبائر في الإسلام. يعني أنت ترتكب كبيرة إذا عملت مثل هذا العمل. فقلت الواحد اليوم من اغتابني أو بهتني أي لي الحق أنا أعفو عنه أو ألا أعفو عنه. والله إن حساب الدنيا رخيص لو جاء استسمحني وقال قلت فيك في ذلك المجلس كذا وكذا وكذا، قلت روح نفس المجلس واعترف أنك كذاب وعندها أسافر لك. تخيلت غيرها مغفر لك، فإن تركني لم أغفر له في دنيا ولا في آخرة، وكفرتها عظيمة زي ما قلت لكم. هذه من الكبائر. ولكن نحن نتساهل في ذكر الناس، نتساهل في سبهم، نتساهل في غيبتهم، نتساهل في بيوتهم، نتساهل في ذكر نسائهم، في ذكر محارمهم. رسلنا هذه اغتاب بعضنا بعضا، وكأننا نأكل لحم بعض إذا ذكرنا بالغيبة، وكفارتها كبيرة تعتبر الكبائر. ولذلك أنا أرى أنه الإنسان لا يغتاب ولا يبهت ولا ينم، عساس يحفظ ما بقي لديه من حسنات. فوالله إن جاء واعتذر وقبلت عذره بنفس المجلس أهلا وسهلا، لم أقبل فرب الأرباب سيأخذها إن شاء الله، ولن نتنازل عن أحد. هذه سياستي إليه لتأديب البهات والمغتابين في كل المجالس. يجب أن يؤدبوا. إن كان كلنا اليوم رجل زعل يوم ما سمحت، والله ما أسمح حتى نقضي على هذه العادة السيئة، البهتان والغيبة والنميمة. إذا كلنا بنتنازل وكلنا بنعفو سيصبح الشعب كله باهت وكله مغتاب وكله صاحب نميمة. يجب أن يؤدب المجتمع. لن أتنازل عن واحد اغتابني ما لم يستسمحني وفي نفس المجلس اللي ذكرني يذكرني فيه بالحق. لا يذكر شيء أكرهه، يذكرني بالحق. هذه مهمة. أذكر مرة من المرات أحد أعدائي عدو يسبني ويغتابني ويبهتني ويتكلم فيني ذكر في أحد المجالس وكان غير موجود، فقال أنت وفلان. قلت ما أنا رجال بدافع عن نفسي، أنا موجود، أما فلان فما يجوز لك تتكلم فيه. هو رجل إذا جاء أتحدك تقول الكلام هذا في وجهه. فبهت الذي كفر، يعني أبد، حتى وهو غائب يجب أن ندافع عنه. ولذلك يجب علينا وجوبا كلنا، أنتم متابعين وأنا إذا واحد تكلم في زميل من زملاء يقول لا هذا الكلام غير صحيح، وإذا جاء الرجل تكلم معه، إذا جاء الرجل فعلا وأنت كف. لذلك دوما أقول حساب الدنيا بسيط، خلص حساباتك الآن أحسن لك من حساب الآخرة. يوم كخمسين ألف سنة مما نعد حسابك. الكلمة اللي قلتها في فلان والنميمة، وقلت فلان الله يعزكم الملائكة من هذا الكلمة، فلان فيها وفلانة فيها وفلان فيه، وأنت تكذب وتبهت لتشويه السمعة. وكم هم حولنا كثير، الله لا يسامحهم. حتى يتأدب ويتربى المجتمع، يجب أن نربي المجتمع تربية قاسية بهذا الشكل. ولا نتنازل ولا نعفو عن من بهتنا. وإذا واحد تكلم قدامك يجب أن تسكت، حتى في المجالس، وتقول إذا أتى فلان فإذا كنت رجل تكلم به ليدافع عن نفسه. أتمنى كلنا نحمي بعض، احموني واحموا لحمي واحميكم واحمي لحمكم إن شاء الله، وأن نجتث هذه العادة السيئة التي تفرق بين المجتمعات. وإلى الأمام يا وطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.